باطل الباطل مهما لف ودار ما بيضيع الحق لازم بعد ينضح البصار مطرح ما بينضح في عيني عليك يا حبيب قلبي يا ابو السلم شو هالدين ولا هذا الحق المصموت يا ابن عمه باطل مهما لف ودار ما بيضيع الحق حلا بقى مدق المسمار مطرح ما بينده الباطل مهما لف ودار ما بيضيع الحق لك حلا بقى مدق المسمار مطرح ما بينده هاي دي الحقيقة عشان عشان كل واحد على كيفه ماشي بهالدنيا عالعمياني عم بيقضيها عالماشي وما حدا بيهمه التاني كل واحد على كيفه ماشي بهالدنيا عالعمياني عم بيقضيها عالماشي وما حدا بيهمه التاني والفين احواله تعباني بابه ما بيندق هلا بقى نضق المسمار مطرح ما بينضق باطل مهما لف ودار ما بيضيع الحق حلا بقى مدق المسمار مطرح ما بيندق يا سلام والعايش سلطان بداره مخبى خلف البوابة تيرتاح متعب جاره وحافظ قانون الغابة والعايش سلطان بداره مخبى خلف البوابة تيرتاح متعب جاره حافظ قانون الغابة مغرور بدنيا كذابة بدنا نقله لا لا حلا بقى ندق المسمار مطرح ما بينضح حلا بقى ندق المسمار مطرح ما بيندق لك حلا بقى ندق المسمار مطرح ما بيندق وحلا بقى ندق المسمار مطرح ما بيندق طلعت يا محلى نور شمس الشمس يلا بينا شوفك وقفت العزف شوف الاخ شو بده ها اهلا مرحبا مرحبتاه نعم امر هون باسون صد فرحه وصلت طيب لاقي عندك شي غرفه الا تختين وباربع شبابيك لا اربع شبابيك طيب شو رايك بغرفه الا خمس شبابيك لا بدي اربع شبابيك يعني ما بيسوي يكون غرفه بشبكان منيحة غرفة بشبكان طب قد ايه اجرها؟ كل شباك ب10,000 يعني شباك انا ب20,000 حلو ليش وما تكون فاكرني بدي نام بالشباك انا؟ لا لو كان عندنا غرفة بأربع شبابيك كنت بدك تدفع 40,000 لكن كل شباك 10 احسبه ما عندك شي غرفة ما فيها شبابيك؟ في بالأبو تحت ولا شباك شو رأيك؟ في ايه في الابو يا اسعد شباك قصدي ما في في غرفه بلا شباك يعني هو طلب غرفه باربع شبابيك ما عندنا ما عندناش ولا غرفه فاضيه ها ولا يعني بتمنى تكونوا كتير خسرتوا بس انتوا خسرتوا كتير خسرتوا اكبر زبون بالبلد واحسن زبون ايه معك حق معك حق احسن زبون خسرنا نحن خسرنا اربع شبابيك مع السلامه ايدك الو مين سعدية ازيك مالك
بتعيطي ليه؟ في ايه؟ مالك في ايه؟ خي ابو سليم موجود عندك؟ لا مش موجود. بس ليشي خلي يجي على البيت ضروري. خير في ايه؟ شغلتيني فكري. سالم يا ست فرحة سفر على استراليا. معلش المسألة مش محتاجة كل الزعل ده. سفر بندون ما يقلي معرفت الا من اخته. معلش روقي لما يجي ابو سليم هبعتهولك على طول. طيب. شبه سعدية شبه مسكينة شوفي ملحتش تتهنى. شوفي خبرينا سالم سافر على استراليا. اعملها سليم سافر بوس ادارة ابو سليم لتجوز سعدية. هو اتجوزها وامن علي يتركها ويسافر على استراليا. شو هذا؟ لا مش معقول. مين حيقول لابو سليم دلوقتي؟ انا بقول له. مالك انت حتقول له؟ اه طيب اجا ابو سليم اسكت غير الموضوع. اهلا ابو سليم. اهلا يا ميت. اهلا اهلا ابو سليم. اهلا فيك. اهلا قول له. قولي له انت. شوف ايه؟ قول له انت. انت قولي له. شو قل له؟ قل له انت. قل له انا بقول له. شوف ايه؟ انا حقول لك. شرطوا لي بالي يا اسعد. قول. لا خير. هو ست فرحه بدها تطمن عن حاله يعني كان قصدها تقول. يا اسعد انه يا اسعد شبي مش طولي بالك خلي كمل الموضوع. مش ده الموضوع. اي موضوع؟ موضوع سعدية. ايه شبه سعدية. قول له شبه سعدية. عود صر شاه عملت شاه. عود ارتاح ما فيني اقول لك وانت واقف خاف ما تنهار وتروح على الارض. لا شوفي عود سعدية عملت عمل ما بنعمل. سعدية؟ هي. شو عملت؟ طول بالك حخبرك. شو عملت؟ حخبرك. عود روح تركت جازة وشفرت على استراليا. شبه نحن ما عندنا بنات بتترك رجالة وتسافر. شو هالحكي اللي عم تحكي؟ سعدية بتسافر لعندنا تروح استراليا وبعدها مين عمل لها باسبور وبعدين كيف بتروح وين التيكت لشو اخوت انت؟ اذا فعطتك ضرب هيك وعملتك 60 اسعد ما بيكون معي حق؟ ليش انا شو قلت لك؟ بتقلي سعدية سافرت. انا سافرت السعدية. سعدية سافرت؟ ما انت قلت سعدية سافرت؟ لا خرفت يا ابو سليم. ايه؟ عم اقول لك سالم اللي ترك اختك وسافر. مين؟ سالم؟ لكن عملها سالم وسافر عجبك؟ كل هاللي عملنا له اياه وكل هاللي سوينا له اياه وتركنا له الدنيا كلها لا يسرح ويمرح بعدين بيحمل ضرب طريق وبيسافر. لا هيدي حالة ما انا مزبوطة ما انا معقولة. بو سليم تعخذك لك كيشك. معقولة بعد كل اللي عمله له ابو سليم يقوم يكافئه بالشكل ده؟ عجبك ما بسات ترك له البيت واجا اقعد عند الناس. ناس؟ إيه؟ انا ناس يا اسعد. لا انت انا ناس. ماما. نعم. ماما اسمعي صوتي انا بدي غني. دقي يعني يلا. ذهب الليل وطلع الفجر والعصفور صوصو شاف القطه قال لها بسبس قالت له عوعو. ذهب الليل وطلع الفجر والعصفور صوصو شاب القطة قال لها بشبش قالت له نو ظهر الليل وطلع الفجر والعصفور صوصو شاب القطة قال لها بشبش قالت له نو. يا أختي ما قال لك هو أنت بده يسافر أو بدي سافر أو عم بعمل معاملات السفر؟ ما فتح لك سيرة شيء أبدا؟ لا يا خي قال لي بدي أبقى سافر بس ما قال لي أمتين. انت حكيتيشي كلمه بره الطريق؟ ابدا زعلتيشي مره؟ لا يا خيي ابدا. هيك عيطتي بوشو؟ ابدا يا خيي. لا تقومي شي يوم كنتي غلطانه وقلتي له خيي ابو سليم قدم لك البيت وفكرك تشوفي حالك عليه عمر الجيل زعل على كرونت وروح. لا يا خيي كلمه برات الطريق ما حكيته. حبستي كل الكلام اللي كان يقول لي وين راح؟ انا اسعد انسان بهالدنيا كل يلي حلمت فيه صار حب وبيت وسعدية. ما كنت بطلب من هالدنيا أكتر من هيك.
صحيح يا سالم. سالي قلبي. يعني ما بقى تفكر بالسفر؟ أنا إذا كنت بدي سافر فالسبب إني أمن مستقبلي وإجي أخبي. أنا أسعد إنسان بهالوجود. هلا يا أختي قلي لي شو بتريدي نعمل؟ اللي بتشوفه يا خيي. هاك يا ابن عمار، هاك بدك تجوز سعدية لسالم حتى تركها وروح، ما بدك تعطيها لابن عمك إيه؟ يا درباس ما تزيد على قلبي. ها يا شميتة قلبي فيكو. عش شبتين ببنت عمك يا درباس؟ لا والله يا ابن عمار أنا ماني شبتين، بس مقهور مقهور من قلبها على سعدية. شو بدهم يقولوا عنا الناس؟ اتجوزت شهر وترك جوزها وروح. شو بدهم يقولوا؟ بيقولوا ظروف. هلا ما هلا ما منا بهالوارد كله. هلا يا درباس خي ابو سليم. شو بي؟ عاش عاشو فيه؟ لك شبك هون سعدية حامل. عاش ايه سعدية حامل. ايه اذا ما بيرجعوا بيعتذر بدي اعمل المدي نعمل ولا ما في عربة كله أجنبة. مرحبا سعد. أهلا 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 خي أبو نصر. كيفك يا سعد؟ أنا مبسوط منك كتير. ليش؟ الحيو أنت زلمة إدمة وبتحب أصحابك وبتيجي بتشق علي. مالك جيت علي؟ لا لك زي اسأل عن أبو سليم وين هو؟ يي ترك أبو سليم بهمه. شبو؟ أبو سليم طلع على الضيعة يشوف قصة أخته. ما معك خبر شو صار؟ لا ما معي خبر شو صار. يي صار اللي ما صار. ما تشغلني بالي يا أسعد شو صار؟ صار أبو سليم. شو أبو سليم؟ ترك سعدية وهرب. سيري ترك سعدية؟ ايه. وين هرب؟ على سريلانكا. شو بدي يعمل سريلانكا؟ مين هو؟ سالم. انا قلت سالم سافر على سريلانكا. لك ما هلا قلت لي سالم سافر على سريلانكا. لا تجنني. لا ركز ركز. على استراليا. استراليا؟ ايه. شو السبب يا اسعد؟ الله اعلم. مسكين ابو سليم. ايه ما بيستاهل هالصدمه. صحيح. شو هيدي؟ شو عندك بيت للاجار يا اسعد؟ طب بيت واحد بيوت. أنا زعلان مني. ليش بو؟ مانك عارف أبو نصر إنه عم يبرم على بيت؟ هلا صار معي خبر. ها؟ إيه. معك خبر يعني؟ بدك تشوف بيت؟ طبعاً بدي بيت. تكرم عينك. بأرجيك شقة؟ أنا ممنونك كتير طبعاً. هيد 10 دولار. ولا سول 10 دولار؟ نروح نأرجيك على الشقة عمولة عمولة. هلا كل ما بدك تروح تورجي واحد على شقة بدك تاخذ منه أجار يا أسعد؟ طبعاً. إيه أبو نصر غير شكل. إيه لغيرك ب 15 بس إلك ب 10. هيد 10 دولار عمولة خلينا نروح على أرجيك الشقة. معك حق يا خيي. هي 5. إيه. وهي 5 هي 10 دولار. يا ست فرخة. نعم. ليكا ديري بالك على البنسيون أنا رايح أرجي الشقة على أبو نصر. شو بدي أقول لك؟ هل معك سكر وبن؟ حاضر. يلا تفضل تفضل. يلا تفضل ابو نصر تفضل. ايوه تفضل. شوف ما احلاه. لا عم تعطي صدى هيك ما البت فوضى. اما نما 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 شوف ما احلاه. بيعطي صدى يا خيي. فوضى ما في حفش ما في ناس ما في شيء. شو هيدا؟ شو هيدا؟ شو هيدا هون؟ صالون. هلا هيدا الصالون؟ طبعا. ليقوم غلطان. كيف غلطان؟ هيدا معقول الصالون؟ ايه منيح. شوف فكرك نجيب لك 12 كنبية 15 كنبية تحطهم هون؟ كلها كنبيتان وكنبية كبيرة وكوماندينة. طيب وقوت النوم قديش مساحتها؟ لا أكبر شوي. اها بتساعد زينة وتخت مرتاحين. طيب يا أسعد وقديش أجار هالقنة الدجاج؟ قنة الدجاج؟ هيدا؟ لا أنا ما عم امزح معك. هذه شقة محترمة. اها صالون وأوضة نوم مطبخ وحمام. اها الدجاج. طيب وقديش أجار هالفيلا؟ ما تمزح. عم بمزح. ماشي معي هلا على البنسيون وبناخذ غراض الست فرخة معنا وبنشرب فنجان قهوة هونيك على رواق وبنحكي بالسعر. يعني بعدين بنحكي؟ تفضل تفضل تفضل.
تفضل ابو ناصر تفضل. شكرا شكرا يا اسعد. لا شكر على واجب يا زلمه. اهلا وسهلا فيك. وهلا قل لي ايه قديش اجار الشقه؟ لا ابو ناصر لا ابو ناصر طبعا ما حدا بياخذها بهالسعر غيرك. قديش؟ 175 دولار بالسنه؟ بالسنة؟ لك إيه؟ بالشهر يا بني إدم بالشهر. بالشهر 175 دولار؟ طبعا. يعني الموظف يا أسعد اللي بياخد أجاره 200 دولار بده يدفع منه أجار البيت 175 دولار. إيه؟ بفضل معه 25 دولار. كيف بده يأكل ويشرب هو وولاده ومدارس وكسوة وعدوة؟ يا أبو ناصر يلي معوش 200 دولار ما بيجي بيستأجر هاك شقة؟ بيروح بيستأجر له شقة على قد حلو. لك يا أسعد كبر عقلي. هلا هيدي مسميها شقة؟ طبعا. لك شو بنسميها؟ ها شو بنسميها؟ لازم تسميها فيلا، لازم تسميها قصر شن برند. لك ابو نصر انا ما بحب غير شيء. ايوه في حله صغيره. شو هي؟ ما فيها مي. حلو. طيب يلي بده يسكن بهالشقه من وين بده يجيب مي؟ فيها على سطح خزان كبير، بتجيب الخزان بتعبيه بالستان وبتسقط كمان؟ ايه حلو. وفي حلة صغيرة تانية كمان؟ كهرباء ما في. وليش ما فيها كهرباء؟ فيها مخالفة، ما بيمدوا لها كهرباء ليصلحوا المخالفة. حلو. لكن ايوه ايوه هو هذا البيت الاسانسير اللي شفته ما في لزوم للاسانسير لأنه مقطوع الكهرباء. بالسادس وما في اسانسير؟ شو بعمل لك؟ اسمحنا بالعشرة دولار. لا 10 دولار اسمح لك فيها، هودي عمولة لإلها. حلو. عمولوا لألي. إيه؟ حلو هالاحتيال بشرف. ما تقول احتيال، عم فاهمك ابو ناصر. هودي حق شرعي ومكتسب. اوعى أيوة. انا تعذبت وتعبت معك ورحت وجيت وركبتك سيرفيس. اوعى تقول ركبتني سيرفيس، انا دفعته. واذا دفعته؟ طبعا يعني احسابي. معنى ركبتك بالسيرفيس؟ بلي. خلص يعني هلا يا اسعد كل واحد بتاخذه بتورجيه على شقه بتقبض 10 دولار؟ لا من غيرها 15. هذول كله لقلي؟ لا في انا النص والسمسار الاصل النص. أي سمسار؟ السمسار اللي بيستثمر الشقه. حلو. لك حلو هالشغلة عجبتني والله يا اسعد. طبعا فاتت براسي. إيه؟ اسمحنا بالعشرة دولار. ليش بدي اسمح لك بالعشرة دولار؟ اسمحنا بالعشرة دولار والا حفك رقبتك يا اسعد. لا لا بدك تفك رقبتي فك رقبتينك، بعدين اذا بدك تشوف شقه غيرها ما عجبتك في عندي بيت ثاني بارجيك. كمان بدي ادفع 10 دولار؟ لا هيدي بدك تدفع لي 15. عم قال لك اطلع بال10 دولار احسن ما ملحك بكام خيزرانه. انت تملحنا بكام خيزر؟ لا كبرت عندك عند النار. لك يا اسعد وطي صوتك. ابو نصر ما بيتاكل او انطح. في بنسيون في عالم غرب بتوطي صوتك وبتحترم نفسك قبل. عم قال لك بدي تدفع. عم فهمك. لا يا اسعد لا ابو نصر ما بيتاكل او انطح. لا شوفي يا امين صوتك طالع خير. الله الله ابو سليم. شوف شوف ابو سليم. ايه انا جاي لعندك لحتى اسمع منك الكلام المظبوط. خير سليم 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 سليم. ليش ترك البيت وهرب؟ ومين اللي قال لك ترك البيت وهرب؟ لك الكل عم يقولها وانه ابو سليم. ايه؟ عطى البيت لسليم لحتى قبل يتجوز سعدية. شو هالحكي اللي عم تحكيه؟ شبه شي سعدية؟ ايه شبه 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 ان حبت انسان ما بيستاهل حبه وضحت تجاه انسان ما بيستاهل التضحيه. بس هاد ايه بس هاد بس الناس عم تقول غير هاد. شو عم يقولوا غير هاك؟ انا ما بقول اسمع من غيرها بخاطرك. لا بدي اسمع منك. امين امين بو سليم بو سليم. شبك انت التاني كمان في شيء؟ ابن عمه. شبك شرفنا يا ابن عمي شرفنا. شوفوا شرفك انت التاني كمان صور بالوحل. ومين اخذوا على الوحل؟ سعدية. يا عمي هالمخلوقة ما حتخلص من حدا بهالضيعة. شبه سعدية؟ الناس عم تحكي ابن عمه. شو عم يقولها؟ لو ما شبه شاء ما كان سلمة بيتركب ويروح. ليه دربيش؟ شبه حاجة تزعق وتسمع اهل الضيعة صريخك وعياطك خليك احكي على المادة. شو بدهم يحكوا؟ شو عم يحكوا؟ بعدين انت ابن عمي، انت لازم تحكي هيك مثل ما بيحكوا الناس ولا لازم تدافع عن بنت عمك وشرفها وعائلتنا؟ ها بس كتر الحكي يا ابن عمه، كل الضيعة عم تحكي، لازم نسكتهم بأي طريقة. وكيف لازم نسكت هالناس اللي لساناتها طويلة؟ كيف بنسكتهم؟ لازم نغسل شرفنا. نغسل شرفنا؟ ايه ايه إذا كان هيك عندك الحل تفضل. تفضل، سول شرفي. معلش يا اختي معلش، في الله موجود.
مامي يا ابني رحت فين؟ جبت لك بطاطا. وتأخرت ليه؟ قبت شوي تحت مع الولاد. شوية؟ ساعتين شوية؟ على كل حال لما لقيتك اتأخرت بعدت أسعد جاب لي بطاطا. ايه وشوفي يا خليون أنا بحب البطاطا كتير. جبت الكيلو بكام؟ 750. ده أسعد جابها بألف. بيكونوا زعبروا عليه. على مين زعبرة؟ عليك أمو أسعد. أنا جبت الكيلو 750. أنت بديش جبت الكيلو؟ بألف. ها؟ من وين جبت البطاطا أنت؟ من المحل. لا أنا جبته من العربية. وهو المفروض على العربية أرخص ولا في المحل أرخص؟ لا من العربية أرخص. أمال إزاي أنت جبتها أغلى؟ لأنه المحل هي بيدفع أجار وبيدفع كهرباء ومي وتلفون وضريبة وكل شيء. طيب يعني المفروض على العربية أرخص. هو هاك المفروض. يا أهلا يا أهلا يا أهلا أبو سليم. كود كود خد عنا بابا أبو سليم. يا اهلا وسهلا. يا اهلا اهلا بالعزيز الغالي. يعطيك العافيه. الحقيقه نحن جايين عدنا كم يوم عندكم هون نغير شويه هواء. يا ميت اهلا وسهلا. يا ميت اهلا وسهلا. البيت بيتكم. احلى احلى فنجان قهوه لخي ابو سليم. سلامتك يا حبيبتي. سلامتك. تفضلي تفضلي. مرحبا خي ابو السلو. اهلا اهلا ابو نصر. كيفك يا ابو سليم؟ ماشي الحال. هنيني يا خي هنيني. على شو؟ عم بشتغل عند اسعد وكل يوم عم طلع 50-60 دولار. بشو عم تشتغل بقى؟ لك يا خي في بيت. ايه؟ كل ما منورجيه لزبون منقبض منه 10 دولار. ما فهمت كيف يعني بتورجوه لزبون؟ لك يا خي في بيت ما بدنا ناجره ما بناجره اياه. ايه؟ موجود البيت. إيه؟ في زبونات كتار بيجوا بيشوفوه. ايوه. اذا الزبونات عجبهم البيت. ايوه. منغلي سعره نطلب سعر غالي يعني. ايوه. واذا ما عجبهم بنقبض ال 10 دولار يعني على الطالع وعلى النازل بنقبض 10 دولار هيك لك إيه؟ طبعا. اوف قال عيش كثير بتشوف كثير. ابو سليم. ايه طمنيني شو بشي سعدية. ابو سليم او ابن عمه سعدية او بنت عمه. يا عمي شو قصته؟ ما في حدا؟ امين شبك عم تضغطق وتصرخ ما في حدين. وين روحها؟ انا شفت ابو سليم هو واخته سعدية حاملين شنطة وروح. ها شنطة؟ لكن هرب. لكن اللي عم يقولون الناس مظبوط. ما هرب ما هرب. روح روح. وين روح؟ قرب عود 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 لك عود. هو ما هرب روح. اه إيه؟ روح ولا وانا اللي عم يحكوا بالافج يحكوا بالوش. نحن بات الطبل عيلة حسب ونسب ابا عن جد. واللي بده يحكي كلمه بدي اقص له لسانه ولا. مرحبا دربيس. مين مين هذا؟ شو في يا امين؟ سليم. ايه سليم. واذا كان سليم يعني عشو بيعمل؟ قاش سالم سالم. ايه سالم سالم ما غيره ما غيره. قريب 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 يا سلمي. وين كنت؟ كنت مسافر باستراليا ولاني ما اخذ موافقه سعديه ورضاها ما توفقت. يا عمي كيف بتروح ما بتقول لحدا؟ عملت لنا فضيحه الا اول ما الا اخي. ليش خير شو في؟ منام بده يجي الخال. انا رايح خبر ابو سليم. رايح خبر ابو سليم. قرب لفهمك قريب. رح تزعلني منك ابو سليم. ها روق يا ابو سليم روق. بسات صافين وعم تفكر هالراس بينفجر. معلوم يا اسعار هي العمليه هينا. طلع بهالضيعه كل ما نك مشي هذا بيزورك وهذا بيطلع فيك وهذا بقرقر وهذا بتوشوش وهذا شغله منا هينا منا قليله. واحد يترك بيته يروح يسافر بدون ما يقول لحدا شايف الناس كيف عم تحكي. معك حق معك حق. شو بدنا نعمل؟ بس انت راسك لازم يرتاح. معلوم لازم يرتاح. ريحه لهالراس. لا هعمل لك انا فنجان قهوه مشان تريح لي هالراس. شبك نازل فيه الدفش راس وراس وراس. شبك اي شبك اي اي انت كسرت لي كوع على الكبسه. وانت هسه نازل فيه دفش راس وراس. انا مش هانك. قوم يا اسعد ادخل المطبخ يلا يلا رايح. طمنيني كيف سعديه؟ الحمد لله. الدكتور عمل لها ابره وقال لازم ترتاح 24 ساعه يا رب. بس بص لقيتها كاتبه. هي كاتبته؟
ايوه. شو كيف بشعر؟ شو هذا؟ خدعتني وقلتي بحبك، صدقت وسلمتك قلبي، وقلت لي عيش لوحدك من غير ما اعرف شو ذنبي. شو هيدا ابو سليم؟ شو شو هالشعر هيدا؟ هيدا الشعر بيتغنى. هي كاتبته؟ يعني عن اذنك يا ابو سليم، عن اذنك. ايه تفضل. هيدا ملحن خالص. يه يه يه. شو هيدا؟ صايره شعره؟ او لك اللي بتحبه مصيبه واللي بيصير معه شغله بيصير شاعر؟ طول بالك لشوف شويه. ايه. خدعتني وقلت بحبك، صدقت وسلمتك قلبي، وقلت لي عيش لوحدك من غير ما أعرف إيه ذنبي. خدعتني 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 وقلت بحبك. يا ظالم طار حتى انتقم مليون مني، ومن امتى لك يا ظالم طار حتى انتقم مليون مني؟ بعدك كوى قلبي بالنار. قصدك يا غدار، عرفت قصدك يا غدار، بالحب حدك عذبني. خدعتني 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 وقلت بحبك. شو هيدا؟ طب ليه هيدي؟ ما انا ابن عمي ابن عمي ابن عمي. اجا سيني ايه ليكا. أهلا وسهلا بسالم. بس يا ابن عمي إجا متأخر كتير سالم. ليش يا أبو سليم؟ ليش؟ احكوا يا عمّا يا ناس يا هو يلي بيعرف يحكي يحكي ويقول. شوف يا أبو، ولو يا سالم حدا بيعمل عملتك بتسافر بدون ما تحكي، حتى افتكروا الناس إنه في شي بينك وبين سعدية، وانت بتعرف يا سالم إنه الناس بيعملوا من الحب قبل. الحقيقة فتحت الموضوع مع سعدية، ما كانت توافق ولا بشكل من الاشكال على سفري. اما تسافرت بدون ما تقلي ما هيك؟ انا راح اعوض لك كل يلي راح. ايه يلي راح ما بيتعوض، العوض بسلامتك. على شو عم تحكي؟ شو في؟ ايه عوض بسلامتك، الولد راح. شو؟ انا اذا رجعت كرمال الولد. هلا كرمال الولد رجعت؟ ما تذكرت الا الولد، وتذكرت هالست اللي تاركه ومرتا
مرتك اللي زيتتها هان والناس عم تنهش فيها بالكلام وباللت والعجن هذا ما تذكرتها؟ أنا لازم شوفها. لا ما فيك تشوفها، هلا مريضة الحكيم عامل لها إبرة وقال لازم ترتاح لساعتين. هيدي مرتي ولازم شوفها. أيوه أيوه، هلا صارت مرتك لازم تشوفها، وقت اللي تركتها بدون ما تحكي مع حدا ولا تقول لحدا، ما قلت هيدي مرتك؟ طول بالك يا زيني، طول بالك لنشوف شي طريقة ونقنع على سعدية فيها. هيدي مرتي وأنا بعرف كيف رجعها. ترجع؟ هلا صارت مرتك. هلا صارت مرتك. بالاول ما كانت مرتك. طول بالك يا ابو سليم، طول بالك يا ابو سليم، كرامتنا بالضبط، كرامتك من كرامتي. ولا رجعت الكرامه يا ابن عمه، رجعي. طول بالك يا درباس. شوف يا ابو السلو، لاعمل لك حفله بجنينه قدام البيت، خلي كل اهل الضيعه يسمعوا فيه، حجيب 10 ميكروفونات، الجوار والمنطقه كلها تسمع بهالحفله. كرامتنا بالضبط، لازم كلهم يعرفوا انه باط الطبل اشرف واشرف ومن اشرف عليه. طبعا ولو نحن باط الطبل اشرف واشرف واشرف واشرف. شو؟ من عليه؟ من عليه؟ ايوه ليه؟ ايه رايك يا سعدية؟ انا ما بدي اشوف صورة وشه. معقولة؟ والحب اللي كان انقلب لكره. الحب عمره ما يبقى كره يا سعدية. اللي بينجرح يا ست فرحة بيكره. يعني قصدك ايه؟ نقفل الموضوع وما نتكلمش فيه تاني؟ بكون احسن. لا تفتكروا يا بنات انه جيزي راحوا. اول جمعة يا بنات قدم للتفاحة، تاني جمعة يا بنات قعدني عبط الراحة، ولا تفتكروا يا بنات انه جيزي راحوا. ثالث جمعة يا بنات بالمطبخ سواحوا، ربع جمعة يا بنات بالغرفة نواحوا، ولا تفتكروا يا بنات انه جيزي راحوا. خامس جمعة يا بنات عتبة اهلي رواحوا، سادس جمعة يا بنات عالقضي رواحوا، وسابع جمعة يا بنات طلعت ومرتاحة، وسا بتقولوا يا بنات انه جيزي راحوا. هل معك؟ ايه يا امين ده، ايه ده؟ جبت الكلام ده منين؟ هيدي اما كنت تغنيها لاختي حجلة. امين شفت لي فوفو؟ لاش انت بدك هو؟ لو سمحت لاني عايز انزل بقى. ايه ايه حودي. لا تفتكروا يا بنات انه الجيزي روحوا، اول جمعة يا بنات قدم للتفاحوا، ولا تفتكروا يا بنات انه الجيزي روحوا. عم اسعد لشو هالكلوسة؟ شو بعرف نروح سأل ماما؟ اسعد ها خد الكراسي دي وطلعها عند ابو سليم. عشان شو؟ عشان يحطوهم في الجنينة. جنينة؟ اصل القعدة عنده حلوة، بس ما عندوش غير بنكين صغيرين ما بيكفوش حد، عشان لما نبقى نطلع كلنا نقعد مرتاحين. وبدو يحطن انتي لا في الجنينة. دخلتي مرة بجنينة اشم ريحة النسيم. ايه يا اسعد انت هتوقف تغنيلي؟ حزينة اسعد وطلع بابو سليم. وبعدين معك بقى يلا اسمع الكلام. حجبه بدك تشتري ابو سليم باربع خمس كروسة؟ ايه ده لا 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 ايه ده بلا اذا بدك ابو سليم بان ايديك بدك تشتريه بشغلة اطول، بسياره بطياره تحكمي عليها الطوق مزبوط. ايه الكلام اللي انت بتقوله ده؟ لا يا اخي لا يلا خد الكراسي وطلعهم، هات عربيه وطلع الكراسي. اوام يلا اسمعي منا، هذا ابو سليم زي بقى. اوام اسعد اسمع الكلام بقى. خلص حاسمع الكلام. بدك تاخدي عماد معنا؟ شوف لو كان فاضي. عماد اللي عندك شغل الليله؟ لا اليوم معنا لانه والده لصاحب المطعم عطاك عمره ومعطلين 3 ايام. ده حظ ابو سليم، قال المثل مصائب قوم عند قوم فوائده. لك فوق بدي غني اتظن. بدك تعمل لي علي شويه بروفيت ولا يما؟ يلا شوف يلا. اتظن ها
راني عم لقيت الغربة فيه يا قمر معي يا نتيجي بس سيدي حلي شو هذا شو هذا يا قمر يا قمر يا نسيني بس بس شبك شو قصتك؟ عم نغنى هذا بيسموه غناء هذا تغني اللي بيغنى هذا اسعد فلت يا ابو سليم يا ابو بصرة شبك اوعى اوعى تقول فلت عم فهمك اسعد خليك قاعد بعد بيك اوعى اسمك على سمعت شو عم بيقول هلا شو حنا تنزحنا الصوت عم يطلع بهذا وعم يروح يسمع العالم كم سماعة حطيت هال شو بسموها مكبرات الصوت يا ابو السلو وحطيت لك 10 عشرة حطيت واحد على كتف الوادي مشان يسمعوا بعض اول واحد على كتف الوادي وحطيت لك بالزوار مشان كل المنطقه تعرف بالحفله ايه هيك هيك بدي اياك يلا لا نسمعوا خطاب هيتو هيتو لهيدي خطاب عن بعد الطبل شو شباب شباب ما بدك تحكي اه بابايك يا بابا متعشوا بتفرجوا فاض احكي خلصت ابن عمة شبه هيت لهان ما بدك تحكاك ابن عمة ولك مهك مهك لا انت ولا هو بعد شبه هذا بعدوه هلقد بعدك عود انت عود غنى ابو سليم حطوا له شو حطوا هكا شو ايوه غنى غنى ولا يهمك ما بدي غني هلا بدنا نحكي آه يا اهل ضيعة حرش الفلين والجوار وين رحت فيه هان يا اهل ضيعة حرش الفلين والجوار روح خليك انت الثاني كمان لك شبه شبه ما عم حط لك هو مشان تطلع الكلمه يا ابني هذا بس اربوع على التم بيطلع مريض ما بيسمع سمع الصوت فهمت هلا درك تحط شبه شبه خلص شبه حط شو قصتك شبر يا اهل ضيعة حرش الفلين والجوار نحن بات الطبل بات الحسب والنسب والفهم والزكا والعلم هالشي اللي حكيتوه عنا نحن هذا ما بنحكى عن عائلتنا ولا اوعى حدا يحكي علينا الشغب ده كمل وبعدين رجع سالم يبكي ويقول بدي البنت ما في بنت لو بدها تحكم كل اهل الضيعة عبدين 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 ولا شبك يا درباز شبك لك شبك هيك شو هذا ليش هذا حاطين طربوش هذا طربوش طربوش مشان الهوا مشان الهوا اه مشان الهوا يا اهل ضيعة حرش الفلين والجبار بشكركم وبشكر موقفكم ووقوفكم معنا بهالمحنه اللي مرقت علينا وعلى هالعائله وان شاء الله من كيفيكم بالافراح وطلعنا منها منصورين ومرفوعين الراس ويا اهلا وسهلا فيكم واللي عم يسمعنا واللي بده يسمعنا وبكره حنسجلها على اسطوانات ونحطها على اشرطه ونبثها بكل الدنيا حتى يشوفوا حفله بات الطبل ها اني اقول لك روحه روحه صعب كثير اني اقول لك روحه روحه وشوفوا كريك اني اقول لك روحه روحه صعب كثير اني اقول لك روحه روحه شوفوا كريك اني اللي بروحها روحها روحها صعب كتير اني اللي بروحها روحها وشوفوا كريك اني اللي بروحها روحها صعب كتير اني اللي بروحها روحها اسكيري لميه ايوه كنت عليها اسكيري لميه كنت عليها اخبر حبك بالهنيه لا 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 اسكيري لميه كنت عليها وامر حبك بالهني لا 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 وامر قلبها ما جاني وقلبك كلمك يا يا وامر قلبها ما جاني وقلبك كلمك يا 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 شو يا بتركي غنى هاك بدنا نقضي الحفلة على ها وها وها هيدي الغنية هاك بدنا نسمع الناس طيب خلص عود شبك انت أيها الأخوة والسادة أنا بعتذر شديد الاعتذار عشو عن مرتي حجلة الطبل بنت خولته لأبو سليم الطبل ايه ليش ما أجي ما قدرت تجي مريضة أيوة ولذلك بعتذر عني أشد وأحر الاعتذار عن مرتنا زوجتنا الحبيبة فجلة الطبل طيب يلا حط الميكروفون بدنا نغني يلا انا بدي غني عبلة انت شو دخلت شو اسمك فجلة الطبل فجلة الطبل لك ايه حجلة 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 انا شو قلت لك ابو سهل ضيعوني انت تفضل تفضل خلص خلص شباب
اعتذر. ذكرتني يا حب لم كنا سوا سوا. ايه يا ابو نصر يا ملك. بهالليل لحنا والقمر جافي. ايوه نتعانى نتعانى وبقلوبنا يجن الهوى تتجرح الكلمات عشفافي. الله اه يا ابو نصر. ذكرتني يا حب ذكرتني يا حب لم كنا سوا سوا. بهالليل لحنا والقمر غافي. نتعانى نتعانى وبقلوبنا يجن الهوى تتجرح الكلمات عشفافي. يا ليل وطل الصبح وطل الصبح يا ليل وطل الصبح يا ليل والعد من ضوى قالوا ترشمي من الخوف لو مر الهوى أنا وضمك عقلبي وقول لا تخافي. أنا ضمك عقلبي عقلبي وقول لا تخافي. عيني عيني على منظرها عيني عيني على معشرها عيني عيني على منظرها عيني عيني على معشرها عيني عيني على محبتها على محبتها على محبتها. وطلت ورسي تشادايل هي تجب يطوي بتجب بذهب. وطلت ورسي تشادايل يا ذهب يطوي بذهب بذهب. ينده بيني للقصاي يا غضب ينده لغضب لغضب. كانت الصبية نظرة على مية نظرة الصبية نظرة على مية. هي حلا ديني بثمرها وهي عبلة وانا انطرها. عيني عيني على منظرها عيني عيني على معشرها عيني عيني على منظرها على كبتها على منظرها. وسألت عن بيت ابوها جوابوا عالي يا ولد يا ولد. وسألت عن بيت ابوها جوابوا عالي يا ولد يا ولد. اللي بعت لي يخطبوها كل اعيالك يا بلد يا بلد. اهديها الاساور واهديها الحراير اهديها الاساور واهديها الحراير. قولوا لابوها يكبرها من كبرها من كبرها. عيني عيني على منظرها عيني عيني على معشرها عيني عيني على خفتها على رقتها على معشرها. يطلع ابو نصر سمعوا كلهم طبعا كل المنطقه سمعين. الله يعطيك العافيه. الباطل الباطل مهما لك دار ما بيضيع الحق لازم بقى ينضع البصدار مطرح ما بينضع. يا عيني عليك يا حبيب قلبي يا ابو السلم شو هالدين ولا هذا الحق المظبوط يا ابن عمه. الباطل مهما لك دار ما بيضيع الحق حلا بقى ندق المسمار مطرح ما بيندى. الباطل مهما لف ودار ما بيضيع الحق لك حلا بقى ندق المسمار مطرح ما بيندى. هيدي الحقيقة حكيم حكيم ايه ايوه قبرين عقش اتكلم
كل واحد على كيفه ماشي بهالدنيا عالعمياني عم بيقضيها عالماشي وما حدا بيهمه التاني كل واحد على كيفه ماشي بهالدنيا عالعمياني عم بيقضيها عالماشي وما حدا بيهمه التاني والفين حواله تعباني بابه ما بيندق دق هلا بقى نطق المسمار مطرح ما بينضق دق باطل مهما لف ودار ما بيضيع الحق هلا بقى ندق المسمار مطرح ما بيندق يا سلام السلطان بدار مخبى خلف البوابة تيرتاح متعب جاره وحافظ قانون الغابة والعايز سلطان بدار مخبى خلف البوابة تيرتاح متعب جاره وحافظ قانون الغابة مغرور بدنيا كذابي بدنا نقله لا لا حلا بقى ندق المسمار مطرح ما بينضق حلا بقى ندق المسمار مطرح ما بيندق لك حلا بقى ندق المسمار مطرح ما بيندق وحلا بقى ندق المسمار